ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. المنحة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي منحة حكومية، ومعنى كلمة منحة حكومية يعني بتقبل اعداد كبيرة من الطلاب. المنحة دي اتطلبت مني في الكومنتات ان انا اشرحها، وهي منحة دراسية في دولة من دول الاتحاد الاوروبي، منحة الحكومة البولندية، واللي بتوفر لك الفرصة انك انت تدرس في بولندا في واحدة من الجامعات الحكومية المشاركة في منحة الحكومة البولندية، وطبعا من خلال الابليكيشن اللي هنشرحه مع بعض الخاص بالتقديم على المنحة هنشوف مع بعض كل الجامعات الموجودة ونقدر نختار الجامعة اللي احنا عايزين نقدم فيها. خلال الفيديو بتاعنا طبعا هنتعرف على التفاصيل، هنعرف مع بعض ايه هي المميزات، هنعرف مع بعض ايه هي الدول العربية المتاح ليها التقديم، هنعرف ايه المستندات المطلوبة، وكمان شرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل سيبه في الكومنتات وانا هحاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. يا ريت ما تنساش يا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة، ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما قلنا هنتكلم عن منحة الحكومة البولندية. طيب هنيجي مع بعض دلوقتي نشوف مع بعض تفاصيل المنحة. بالنسبة للدولة المستضيفة فهي بولندا، وقلنا الجهة المانحة هي الحكومة البولندية، والجامعات المقرر الدراسة بها تقدر تقدم على واحدة من الجامعات الحكومية البولندية المشتركة في المنحة، واللي هنشوفها مع بعض داخل الابليكيشن. المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها على درجة علمية هي الماجستير، اللي هو بيكون بعد البكالوريوس بعد الدراسة الجامعية. مفيش سن محدد للتقديم على المنحة دي، وآخر ميعاد هيكون 31 مارس 2022. هنا في بعض الملحوظات الهامة، لو انت عايز تقدم على أي منحة دراسية بنفسك فانت بتقدر تتابع خطوات الشرح التفصيلية اللي بتقدمها لك قناة دكتور المنح كالعادة. لو انت عندك الرغبة الشخصية انك انت تستفيد من خدماتنا صافي التقديم على المنح الدراسية، تجهيز مستندات، ترجمة المستندات لأي لغة، فكل اللي عليك انك انت بتملى الابليكيشن خاص بينا، واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا. فريق تقديمات قناة دكتور المنح بيبدأ يتواصل معاك، وبرضو رابط المقال ده بتلاقيه موجود في صندوق الوصف، واللي بيحتوي على جميع البيانات والمعلومات باللغة العربية، وكمان بتلاقي في الموقع الرسمي. الدولة العربية المتاح ليهم التقديم على المنحة دي: العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس. دول هم الخمس دول عربية من ضمن الدول الباقية المتاح ليهم التقديم على المنحة دي. دي الدول العربية اللي تقدر تقدم. الكليات والتخصصات المتاحة بتلاقي بشكل عام موجود الهندسة وعلوم التكنولوجيا، موجود الزراعة، موجود العلوم الطبيعية، وخلي بالك ان بداخل كل مجال اساسي من دول العديد من الفروع المختلفة، وكل ده نقدر نشوفه مع بعض في الابليكيشن بتاعنا. مميزات المنحة والتمويل: بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، بتوفر لك راتب شهري، بتوفر لك بدلات للأبحاث اللي انت المفروض تشتغل عليها. طيب المستندات المطلوبة هتكون ايه؟ هتملى الابليكيشن الخاص بالمنحة، وهنا رابط الابليكيشن مباشر، بتقدر تضغط على كلمة ابليكيشن بتلاقيه موجود. صورة من جواز السفر مطلوبة منك، شهادة تخرج بين درجات آخر معهد دراسي حصلت عليه، يعني شهادة تخرج بين درجات البكالوريوس. بعد كده بالنسبة لشهادة إجادة اللغة الإنجليزية، لو معاك شهادة توفل أو أيلس بتقدر ترفقها، لو مش معاك حضرتك بتقدر تجيب له إثبات يدل إن دراستك السابقة في البكالوريوس بتاعك اللي هي الدراسة الجامعية بتاعتك كانت باللغة الإنجليزية، وده موجود بالنص على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. طالب منك التوصية، خلي بالك إن جميع المستندات المرفقة بتكون باللغة الإنجليزية فقط، وإن البيانات اللي أنت بتملاها في الأبليكيشن بيكون فقط باللغة الإنجليزية. طيب ده الموقع الرسمي الخاص بمنحة الحكومة البولندية، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحة دي. هنا دي كل حاجة تخص منحة الحكومة البولندية، تمام؟ هنا ده الابليكيشن طبعا، هنا كل حاجة تخص مين اللي يقدر يقدم اللي هو الإليجيبل أبليكانس. بعد كده هنا بتيجي بتلاقي المميزات، كل حاجة بتلاقيها موجودة هنا، تمام؟ اقرأ كل حاجة على مهلك وشوف كل حاجة انت عايزها على مهلك من هنا من الموقع الرسمي باللغة الإنجليزية موجودين قدامك، واحنا كنا شرحناهم باللغة العربية. عايزين نقدم هنعمل ايه؟ بنيجي هنا مع بعض بنضغط على fill in the application، تمام؟ بتضغط عليها بتفتح معاك الصفحة دي. لو انت هنا فتحت معاك الصفحة باللغة البولندية فانت بكل بساطة بتيجي بتضغط هنا على English، بتحول الابليكيشن بتاعك الى اللغة الإنجليزية زي ما انت شايف هنا بالظبط، تمام؟ ادي هنا تحول كل حاجة للإنجليزي. اول مرة تسجل بتيجي بتضغط على create account، بعد كده هنا بتيجي معايا بتدخل البيانات اللي هتكون مطلوبة منك. طالب منك اسمك، اسم العائلة، الايميل بتاعك، البريد الالكتروني،
كلمة السر، كلمة السر مرة تانية بتعمل تشيك على ال3 مربعات دول وبتضغط على كرييت اكونت. بمجرد ما ضغطت بتروح لك رسالة على البريد الالكتروني الخاص بيك فيها لينك، اللينك ده بتنشط بيه الحساب بتاعك، بعد كده بيفتح معاك الابليكيشن. انا طبعا عندي حساب سابقا، فهاجي هنا هعمل باك واجي عند الصفحة اللي كنا فيها، هكتب الايميل بتاعه والباسورد وندخل على الابليكيشن بتاعنا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب هنا فتح معانا الابليكيشن بتاعنا، خلي بالك هنا انك انت وبتملى الابليكيشن، لو وانت بتملى الابليكيشن تعديت الساعة، لو هنا بيقولك 59 دقيقة 59 ثانية، هنا طبعا عدد الثواني شغال، فحضرتك الابليكيشن بيتقفل تلقائي. بيتقفل يعني ايه؟ يعني هو بيطلع لك من الابليكيشن وبتسجل مرة تانية. فخلي بالك وانت بتملى الابليكيشن كل جزئية تملاها تعمل لها سيف، تمام؟ احنا طبعا هنا مطلوب مننا ان احنا نملى كل الخانات الموجودة هنا، تمام؟ اول حاجة هنا طالب منك بياناتك الشخصية، بتكتب هنا اسمك، اسم العائلة، تاريخ ميلادك، خلي بالك هنا سنة شهر يوم، بعد كده الجندر اذا كان ذكر ام انثى، بعد كده الجنسية بتاعتك، بعد كده هنا مكان الميلاد، اسم الوالد، اسم الوالدة، رقم جواز السفر، خلي بالك جواز السفر اجباري ما ينفعش بتطوعية شخصية، تاريخ انتهاء جواز السفر، بيضرفوك له صورة من جواز السفر، العنوان بتاعك، رقم التليفون، البريد الالكتروني الخاص بيك، هنا معلومات شخص يتواصلوا معاه في حالة الطوارئ، بتكتب اسمه واسم العائلة، هنا رقم تليفونه والبريد الالكتروني الخاص بيه، وبعد كده بتضغط على سيف. بعد كده بتيجي في الجزء الثاني من الابليكيشن بتاعنا، وفي الجزء ده هنا طالب منك معلومات التعليم السابق بتاعك، فانت هنا بتقول له اسم الجامعة اللي درست فيها، المدينة، الدولة، الكلية اللي كنت بتدرس فيها، سنة التخرج، ولو انت لسه ما اتخرجتش وعايز تقدم على المنحة فانت بتقدر تقدم لو انت في اخر سنة في الدراسة الجامعية عن طريق ارسال بيان درجات السنوات الدراسيه السابقه واثبات يدل ان انت في اخر سنه في البكالوريوس بتاعك. الكلام ده حصل معايا شخصيا لما كنت بقدم على ماجستير في روسيا، وهنا بتكتب له التاريخ المتوقع للتخرج بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك انت حصلت على شهاده جامعيه بالفعل، لو حصلت بتختار يس، لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك انت هتحصل على شهاده بكالوريوس انجينيرنج ولا حاجه تاني اللي هي اذرز يعني، فانت طبعا بتختار بكالوريوس. بعد كده هنا انت بتيجي معايا بتقول له على الجي بي اي بتاعك من كام، وبعد كده هنا بتيجي بترفق له شهاده التخرج الخاصه بيك، وهنا بترفق له بيان الدرجات. بتيجي بعد كده هنا معايا بيسالك على اللغه اللي انت بتتكلمها في الدوله بتاعتك، بتكتب له مثلا اللغه العربيه. بعد كده هنا بيقول لك what language are you going to use for study in Poland، هنا بيقول لك ايه هي اللغه اللي انت حابب تدرس بيها في بولندا، فانت يا اما بتختار اللغه الانجليزيه او البولنديه. خلي بالك لو اخترت اللغه البولنديه فانت محتاج تقدم له اثبات انك انت بتتكلم اللغه البولنديه، فانت هنا ممكن تختار الانجليزيه، وفي حاله طلب شهاده اجازه لغه انجليزيه بتجيب له اثبات ان الدراسه السابقه بتاعتك كانت باللغه الانجليزيه، تمام كده؟ طيب بعد كده هنا بيجي بيقول لك على مستواك في اللغه الانجليزيه ايه، بتبدا تختار مستواك في اللغه الانجليزيه. بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك على شهاده بتثبت انك انت بتتحدث اللغه الانجليزيه. بتيجي هنا طبعا بتقرا انواع الشهادات اللي موجوده وانت عندك اي شهاده من دول، طبعا انت بتبدا تقرا، لو حضرتك مش معاك حاجه من دول من الشهادات اللي موجوده هنا معاك حاليا او امتحنتها قبل كده ممكن تختار اذر بكل بساطه، وبتكتب له انك انت معاك ما يدل ان الدراسه السابقه بتاعتك كانت باللغه الانجليزيه، وبتيجي بترفق له الشهاده دي هنا، تمام؟ بعد كده هنا خلي بالك لو انت طبعا اخترت اللغه البولنديه فانت محتاج ترفق له اثبات، فانت ما تختارش اللغه البولنديه عشان خاطر ما يطلبش منك شهاده. بعد كده هنا في السؤال ده بيقول لك previous academic or professional stays in Poland or other countries، بيقول لك لو انت كنت سافرت البولندا قبل كده او اي دول خارج الدوله بتاعتك، فانت بتكتب له اسم الدوله والمده اللي انت قعدتها في الدوله دي، وكنت انت بتمول عن طريق ايه، وهنا انت كنت مسافر ليه، كانت للدراسه ولا لايه. فانت لو سافرت فانت بتبدا تدخله البيانات دي هنا، لو لا خلاص انت بتسيبها فاضيه. بعد كده هنا طالب منك خطاب التوصيه، بتفتح السهم هنا وبتبدا تختار له انت خطاب التوصيه ده اللي بترفق له بترفقه من اي جهه، يعني مثلا واخده من الجامعه بتاعتك، واخده من جامعه في بولندا وهكذا. بعد ما بتختار هنا الجهه اللي انت واخد منها خطاب التوصيه وليكن على سبيل المثال واخده من الجامعه بتاعتي، ببدا هنا ارفق له خطاب التوصيه. بعد كده بنضغط على سيف لحفظ الملفات بتاعتنا، بعد كده بنضغط على السهم الخاص بيه التالي. بنيجي في الجزء الثالث من الابليكيشن بتاعنا، بيقول لك الساينتفك فيلد اوف ستادي، انت عايز تدرس في اي مجال من دول، بنبدا نختار المجال اللي احنا عايزينه. بعد كده هنا بيبدا يقول لك البريفيرد يونيفرسيتي في اي جامعه انت عايز تدرس، فانت بتبدا من هنا تختار اي جامعه من الجامعات اللي موجودين هنا قدامك من الجامعات الحكوميه البولنديه اللي انت حابب انك انت تدرس فيها. طبعا هتقول لي الجامعات دي انا ما اعرفهاش، انت ممكن تروح على جوجل تبحث عن الجامعه تشوف الرانك بتاعها تشوف فيها المجال اللي انت عايزه ولا لا. المهم ان حضرتك
انت بتختار جامعة من الجامعات الحكومية الموجودة هنا قدامك واللي مشاركة في المنحة، تمام؟ بعد كده انا بيقول لك انت هتبدأ في انهي سمستر، السمستر اللي هو الوينتر 2022 2023، ولا هتبدأ في السمستر الخاص بالسمر الصيف 2022 2023. دي بترجع لرغبتك الشخصية، بتختار اللي انت حابه، بعد كده بتضغط على سيف، بعد كده نيكست بيج. تيجي في الجزء الخاص بالديكلاريشن، في الجزء ده انت بتقرا كل الحاجات الموجوده هنا قدامك اولا، بعد كده بتيجي بتعمل تشيك على المربعات دي كلها اللي موجوده هنا قدامك، تمام؟ بعد كده بتضغط على سيف، بعد كده هنا في الصفحه اللي بعد كده هنا بيقول لك انت ازاي عرفت عن المنحه بتاعتك، فانت هنا بتبدا تختار اي حاجه من دول. هو هنا حتى كاتب لك بيقول لك ان الاجابه دي اجابه عاديه، هم مش بيلتفتوا لها، هم بيراجعوا الابلكيشن، يعني مش هتفرق معاك في الابلكيشن في قبولك في رفضه، ولكن هو دي حاجه بمثابه يعني ايه سيرفي بالنسبه لهم، حاجه بتساعدهم الناس بتعرف عن المنحه بتاعتهم ازاي. وطبعا بعد ما تخلص كل حاجه وبتراجع الابلكيشن بتاعك بتضغط على سبميت. طبعا انا هنا علشان ما ملتش الحاجات دي كلها، فبالتالي هنا هو معلمهم لي باللون الاحمر بيقول لي ان انا لازم املاه. طبعا انت هتكون مليت كل حاجه، حتى لو هنا مفيش حاجه انت ناقصالك يا ريت تراجع كل حاجه في الابليكيشن من ناحيه الاسم، رقم جواز السفر، الحاجات الصغيره اللي ممكن تغلط فيها دي، واللي بشوف ناس كتير منكم في الكومنتات بتكتب ان احنا غلطنا في كذا واحنا بنملى الابليكيشن، البريد الالكتروني اهم حاجه، البريد الالكتروني لازم كل حاجه تكون مظبوطه. بعد ما تخلص بكل بساطه بتضغط على سبميت، وبكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنحه المقدمه من الحكومه البولنديه بناء على طلبكم. يا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو لسه عندك اي سؤال اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل سيبه في الكومنتات، انا هحاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.